بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، وها نحن نلتقي في حلقة جديدة من حلقات مطر الألوان. ضيفنا الكبير في هذه السهرة هو عدة شخصيات في شخصية واحدة. هو سياسي مبدئي، هو أستاذ جامعة شهير في كل مراحل حياته الأكاديمية، ظل وفيا لتلاميذه ومحاضراته، وأيضا هو من الخبراء السودانيين القلائل في مجال الحدود، تخطيطها ومعرفتها تاريخيا وقانونيا. وفوق ده يعني بدي البخرة والرقية والدمدرمان، السهرة دي بالتحديد أنا بفتكر كل السودان حشوفها، لكن بربر وكدباس ومدرمان حشوفوها بطريقة بعين فاحصة، وكلهم سيساهرون في هذه الجلسة سهر الشوق في العيون الجميلة. أنا سعيد أن يكون معي في هذه الحلقة الدكتور البروفيسور بخاري الجعلي. وأنا بعدين قصة الدكتور دي حقول لك فيها نكتة. تخيل يا بروفيسور بخاري أنها حكومة ظل للشعب السوداني، فدايرين أنك تقف في منصة التاريخ وتقول لهذا الشعب العظيم في شماله وشرقه وغربه وجنوبه، جنوبه وبحر أبيض طبعا، من هو البروفيسور بخاري الجعلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا أسعد أن أكون في هذه الجلسة وفي هذا الكرسي معك أخي أستاذ حسين، وأرجو في البداية أيضا أن أشكر القناة لحرصها على دعوتي، وأسعد أن أدخل معك في حوار أرجو أن يكون مفيدا وخفيفا وطريفا إن شاء الله. أما عن شخصي الضعيف فأنا حفيد الشيخ الجعلي الشايب الأكبر مؤسس الطريقة القادرية، مسقط رأسي مدينة بربر. أنا ذاك كان أبي في القضاء الشرعي، وبالتالي أخواني مشتتين من مدينة إلى أخرى، يعني كل الموظفين في السودان، فيما من هو مولود في مروي، فيما مولود في مدني، فيما مولود في مدرمان. أنا شخصيا سعيد بأن مسقط رأسي كان مدينة بربر، الوحيد من إخوتي وأخواتي. ما عشت كثيرا في مدينة بربر، انتقلت إلى مدرمان لأن والدي نقل للمحكمة الشرعية مدرمان، وبطبيعة الحال كان والدي من أوائل الذين بنوا وشيدوا بيتا في حوش الشيخ الجعلي، وطبعا جاء فيما بعد آخرون وشيدوا، لأنه في ذلك الوقت كان الحوش مشاع لكل من يأتي من أسرة الشيخ الجعلي أنه شيد، فبحيكون مشيد في بيت لكن على الشيوع ما مالك. نعم. ولذلك أنا أستطيع أقول أني أنا أمدرماني، لأن الروضة الروضة أولا أي، ومن الطرائف أني درست في روضة فل جريس، ومن بعدها خلوة شيخ عوض، لكن من الطرائف يا أستاذ حسين هتكون مثيرة للناس أن أقول أن الخلوة دي كنا فاهمين أنها خلوة الملك فاروق، ويبدو طبعا فيما بعد الواحد تفهم الفكرة. في ذلك الزمان كانت الحكومة المصرية بدعين الخلاوة
وبتفتح مدارس وأنت أدرى بذلك، بل أرسلت سودانيين يدرسوا في القاهرة وآخرين حتى لبعثات لأوروبا. فيبدو أنه رسخ في أسانا ونحن أطفال أن هي خلوة الملك فاروق، ولكن طبعا بالتأكيد السبب هي ما خلوة الملك فاروق، ولكن الحكومة المصرية كانت بتعين الخلاوة في ذلك الوقت. وده يحمد للإخوة في مصر الشقيقة، يعني مصر القديمة والشقيقة بالنسبة لي أنا الشقيقة. بعد درست في مدرسة الهجرة الأولية، مدرسة العتيقة اللي أنت تعرفها جيدا، ثم في مدرسة بن درمان هي الوسطى وهي الأعتق، ثم بعدها مدرسة الأحفاد، ثم بعدها كلية الشرطة، ثم بعدها جامعة القاهرة، ثم ثاني جامعة الخرطوم، ثم جامعة لندن. أنا بقول دائما للأصدقاء أنا أم درمان أكثر من كثيرين، رغم أني مسقط رأسي من أم درمان، لأني لم أفارق أم درمان إلى لندن. حتى سبحان الله، حتى في الفترات اللي عملت فيها عملت في أم درمان، ولعلك عندك معلومة. وبعد ما فارقت أم درمان اشتغلت، أنا ساكن في أم درمان ولكن اشتغلت في رئاسة وزارة الداخلية. فأنا أم درمان قح من حيث يعني العيشة والتربية والرعرعة وما شابه ذلك، والنسب كمان. والنسب طبعا احنا سعداء جدا من زمان انك انت ناسبت رجل في قامة بدوي مصطفى. ما بعرف دي مشيئة ولا قدر ولا حظ ولا حب ولا خليط بين هذا وذاك. هي خليط لان هنالك القرابة واردة، ثم الاختيار، وأظن أني من النادرين بيت الشيخ الجعلي لم يتزوج بنت عمي. النادرين. نعم. نعم. لكن ما بركت بينا. لا 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 طبعا في نفس الإطار. نحن نجي في المحطة دي بيت بدوي مصطفى وأم درمان كانت اليوم ده كلها على قدم وساق في زواج ود الجعلي على بيت أستاذ الجيل بدوي مصطفى، وأنا أفتكر في عرس غنى مجذوبون سدى ومجذوب غنوا لك فنانين كتار، لكن مجذوب كان في أوجه آنذاك، ومجذوب يعني برضو أتبربر يعني من الذين أصغت لهم أم درمان، وأم درمان لا تصغي إلا لأصحاب الحناجر الدافئة والعميقة. نحن صاحبنا يعني وهو في أمريكا الآن عزمي أحمد خليل، نرجو أن يسمعنا ويعود متلفحا بكراسات كثيرة كتبها في المهجر، لكن نحن انتبهنا لمجذوب ده عندما غنى في إحدى حفلات والنباوي ما سلامك ولا كلامك كان زمان تحسح كلامك. لذلك أول ما أشوف مجذوب ده نتذكر يا مصيبة والانطلاق، مش الانطلاقة يا وأنا دائما أخليه يبدأ لنا بهذه هي ليا ذكريات فيها، وهي ليلة العرس التي انقضت. مجذوب بدلينا ب ما سلام. إذا سمحت لي لمصلحة أو شو أوافقك على الكلام الذي ذكرته عن الفنان الأستاذ مجذوب، هو فعلا أول حفلة في أم درمان غناها في زواج عامة كانت في زواجي، وأعترف أني ما كنت أعرفه، ولكن طلبات كما تعلم العريس دائما بيلبي طلبات بنات الأسرة، فاندهشت بأنه أنا سمعته في الراديو في مقابلة المرحوم حمزة الشفيع في العيد الصغير، وهو غنى في بعد الضحية في ود نباوي، فتلبية للطلبات كسر. ففعلا هي كانت، ولعله يذكر هذه الواقعة. نعم والله يذكر نزلت لنا القطر ولا حاجه شكلها تمام. والله ما انا بحيي اخونا عزمي احمد خليل، وبحيي البروفيسور يعني ابن العم يعني، والاستاذ حسين يا رب الله يبارك فيك. نعم
نحن سعيد، وانا دائما بكون سعيد لما اكون معك لاني الله يبارك فيك رجل عزيز علي يعني. طبعا ان شاء الله اقدر اكون يعني اقدم الحاجه الجميله لينا، وجينا بعد الفرقه نسال يا سلام وجينا نلقى. على الشقالة
والدهان نجم بار. نحنا سلمناك بالطيبة يا مبكى عيون الردك ليه زمان أديت نريدة بيت حرمتنا تاني جرحت خاطره برضو ما قادر ملامك ما سلام يا ما سلام ما سلام ولا حسي كلامك برضو يعني لويت تسيرنا برضو يعني لويت في
عيني بور هذا زي الأطهار ديما لك عيني ما زلنا في حضرة البروفيسور بخاري الجعلي. بروفيسور بخاري في حاجات إشارات للتاريخ. دايرين نشوف العلاقة بين الشيخ الجعلي والغبش الشيخ محمد خير. انتوا علاقتكم شنو؟ علاقة وثيقة جدا جدا. وما أعتقد في أوسخ من أن يكون تكون شخصيتان أبناء خالة. نعم، فالشيخ محمد الخير والشيخ الجعلي الأكبر أبناء خالات. بالله. نعم. ثم الإقامة تكاد تكون في ذلك الزمن حلتين مختلفتين، ولكن الآن الحلتين اندمجوا. نعم. بحكم التطور في في المنطقتين. فهم أبناء خالات. يا سلام. طيب التطور النوعي في شخصياتهم جاء بعد المهدية؟ نعم. الشيخ طبعا بالنسبة للشيخ محمد الخير قطعا هو رجل يعني كان فقيه ومن أوائل الذين طبعا انضموا للثورة، كان أمير في المهدية وكان أميرا في المهدية. الشيخ الجعلي اللي هو ابن خالته كان مركز في الخلوة وحفظ القرآن، ولذلك سعى في أكبر خلوة في نهر النيل هي في كرباس. نعم. ده من حيث الاختلاف بين الشخصيتين. لكن الاثنين التحقوا بالمهدية. نعم، الاثنين التحقوا بالمهدية. طبعا ممكن نقول انه الشيخ ربما يكون الشيخ احمد الخير هو الاسبق، لانه الشيخ الجعلي الشايب الاكبر جاء الى مدرمان ثم ذهب الى الابيض ثم عاد فاتح مع نعم نعم مع الامام المهدي واقام في مدرمان. و الحيشان الاثنين ده قدام خلاص. وفعلا الحيشان الاثنين قدام جدا ومساحاتهم كبيره، ولعل اللافت للنظر لعله بالنسبه ل وفيهم بير. اي فيهم بير يعني تاريخيه استمرت لغايه اوائل الخمسينات. ولغايه الان عنده حرم شرق حوش الشيخ الجعلي، انا الحوش اللي تربيت فيه عنده حرم البير دي، لكن طبعا اندفنت، لكن في حرم واسع ناس ودنوبابي طبعا كلهم ملمين بيهم. دي من الناحية دي. وأقام لفترة
لحين وفاة الإمام المهدي، ويقال أن الإمام المهدي في كان هو قريب جدا الإمام المهدي، وكثيرا ما يعني كلفوا يعني ينوب في الصلاة عنه في أحوال معينة. ولكن من الطرائف أنه بعد وفاة الإمام المهدي يروى أن الخليفة عبد الله غيبوا حبسوا لليلة. أيوة. لسبب غير مفهوم. لما خلاص صلي زول تاني. أي فحبسوا ليوم واحد ثم أطلق سراحه. نعم. ده أكثر اعتقال سياسي. أشبه بذلك. لأن لليلة واحدة يقال. ولكن أيضا يروى بأن أصبح فيما بعد قريبا جدا من الخليفة عبد الله، وأيضا يروى بأن الخليفة عبد الله قال سحب الألقاب من عدد من الشخصيات الكبيرة غير الأمراء طبعا، فأبقى على الشيخ الجعلي الشيخ. نعم. وعلى السيد على السيد المكي. يا سلام. وأنا الحقيقة سألت بصراحة رجل مثقف الله يرحمه رحمة الواسعة محمد داود الخليفة، فقصدت أستوثق هذه المعلومة، فقال لي حسب فهمه ومعلوماته هذه المعلومة صحيحة. يا سلام. ولذلك من الشخصيات القديمة لا تلاحظ كلمة الشيخ. نعم. إلا في الشيخ الجعلي، ارتبط بكلمة الشيخ الجعلي، وكان أيضا كلمة السيد ارتبط بالسيد المكي. نعم. وربما يكون في آخرين، لكن ده المعروف والمألوف للناس. أنا يعني في سؤال طوالي بيبرز الذهن، ما دام هذه الأسرة فيها أمير وفيها شيخ مفتي ومجاهد ومصلي، ليه يا دكتور بروف ميولك ما أصبحت ميول أقرب إلى حزب الأمة والاستقلاليين؟ هذا سؤال وجيه طبعا، لكن السبب الأساسي أن الشيخ الجعلي أصلا شيخ طريقة، و الكتوف متلاحقة بالرغم من يعني الاختلافات حفظ المقامات. نعم المقامات، لكن الشيخ الجعلي شيخ طريقة، وهو يعني أنا لا أزكي جدي الأكبر لكن دي الحقيقة، هو الشيخ الوحيد للطريقة القادرية الذي أتت له الطريقة من بغداد، وأتى بها الشيخ عبد الرحمن الخرساني، وحسب التاريخ أنه ذهب إلى شرق السودان، ولكن وجه بأنه أحمد الجعلي ليس هنا، ولكن ربما يكون في منطقة بربر. وفعلا الشيخ عبد الرحمن الخرسان جاء بربر والتقى بالشيخ الجعلي الشايب اللي هو الكبير، وأصبح وده الطريقة القادرية. دي أشياء ثابتة قطعا المعلومة دي بالنسبة حتى ترويها الجيل من جيل لجيل. دي خلت يعني صراحة بيت الشيخ الجعلي، أنا أقول لك في بيوتات أنا غادرية ولكن لم تأتيهم الطريقة من بغداد، وده الفريق وده الخلى جايز كدباس يعني مألوفة ومشهورة حتى لكثيرين من الناس. نعم. أنا في سؤال يعني غير المحطات كده بنحاول نعرج جدا بأسئلة صعبة، يعني يا بروف بخاري أنت عرفت باستنارة من صغير، يعني أول حاجة علاقاتك بالأدب والثقافة والندوة الأدبية، الكتابة في الصحف، يعني التيار بتاع الأمشاج الثقافية والفكرية آنذاك هو فيه تعقيد وفيه تطلعات، يعني التيارات اليسارية، تيارات التجديد الديني الموجودة في المدارس المختلفة، يعني كل زول مستنير كان يلجأ لهذه الأنساق الفكرية. أنا مستغرب جدا اللي يعني كيف يصبح زول زي استنارتك دي اتحادي، يعني كيف زول يبقى اتحادي؟ مسألة الاتحادية، وأنا أشكرك على الكلمات الطيبة ذكرتها، أنا الحقيقة هل هو موقف عاطفي وفكري؟ يعني هو الحقيقة وجدت نفسي في أسرة اتحادية، أعترف بهذا، ومنذ البداية لما وعيت كنت مهتم جدا بقراءة الصحف، والحقيقة نمت
أقوى غير الأسرة وجدتها اتحادية في نقطة مهمة جدا في حياتي. الدراسة في مدرسة أم درمان الأهلية الوسطى. يا أستاذ حسين قد تندهش، أنا بعرف الزعيم إسماعيل الأسهري وعمري 13 سنة، وأؤكد لك أنه كان يعرفني بالشخصية وبالاسم، وأعترف أنه معي زميل آخر اسمه الأستاذ أحمد محمد الحسن، اهتم بالرياضة وكان رئيس تحرير جريدة المريخ، صحفي يعني، وكان نقيب الرياضيين. كنا أحسن أحمد أحمد محمد الحسن أحمد محمد الحسن آي. مش أحمد محمد الحسن ده دفعتي. فكنا المدرسة وبيت المنزل الزعيم الأسهري نقطع الشارع أقل من 30 متر. أنا قريت في المدرسة سبحان الله آي. فأنا إحنا كنا اللحظة تنتهي فترة فسحة الفطور أو نهاية في بيت الزعيم، إلى الدرجة حضرنا مواقف تاريخية للزعيم الأسهري. وأنا أذكر من المواقف التاريخية التي أنساها في فترة أنه حكومته سقطت يوم الاثنين، وفي نائبين انضموا للضفة الأخرى، الحقيقة أربع نواب، فسقطت يوم الاثنين. ولكن يوم الخميس وقدم الرئيس إسماعيل الأسهري الاستغالة بتاعته، ويوم يوم الخميس جرى التصويت مرة أخرى فعاد النواب، فعاد الزعيم الأسهري رئيس الوزراء. المشهد الذي لا أنساه أبدا حسين، والله مشهد تاريخي رهيب بالنسبة لي في وجداني، أنه الجماهير اللي كانت محتشدة حول بيت الزعيم الأسهري، وعلى في مقدمته أخواننا قبيلة في الفتحاب الجموعية بالنحاس وبالحصين، مشهد لا أنساه كأنه اليوم. والحقيقة هم كانوا يعني اتحاديين عميقين جدا، حتى تاريخيا الدائرة أصلا اتحادية، من الشيخ ثم في مرحلة تالية بقى الأستاذ موسى المبارك. مؤخرا وهو ابنهم أيضا. فالمشهد ده جماهير راسخ في ذهني كأنه اليوم، يعني جماهير غفيرة جاءت تحير الزعيم الأسهري لأنه عاد يوم الخميس. وطبعا حضرتنا مخاطبته للجماهير، وأكاد أذكر الآن بالصدق وقوف أحمد السيد حمد بجانبه، ووقوف حسن عبد الله بجانبه، والطيب الزعيم إلى جانبه. المشهد ده ما أنساه إطلاقا. فدي ومشاهد الطفولة ما بتتنسي يا حسين، فرسخت. إذن ارتبطت بالزعيم، وربما في هذا الحوار أحكي لك كيف توسغت الصلة عندما يعني استمرت، وعندما حتى كنت ضابط للشمالي. طبعا زي ما تعرف الشمال كان أكبر قسم في درمان، وأنا فخور بأنه يعني في سن مبكر جدا كاليفورنيا أكون مسؤول من هذا القسم، وأنا خريج جديد. وأحمد الله أني كنت في مقدمة دفعتي. فبيت الزعيم الأسهري يقع في هذا القسم، وكل الزعماء السياسيين في ذلك الوقت يا أخي حسين بيوتهم في الشمالي، ولذلك ده كانت مسؤولية وهم. طبعا قد تندهش في ذلك الزمان ضابط صغير بنجمة واحدة كان بيشرف يكون مسؤول لأكبر قسم في اليوم درمان الشمال. كل السياسيين كان من الاتحاديين ولا من حزب الأمة هم مقيمين في بيوتهم، وكما تعرف كل السياسيين في ذلك الزمان كانوا يقيمون في منازلهم لا يتطلعون في قضية هنا برضو يا بروف. يعني أنا أشهد بأنه نحن صغار كنا، لكن زمان كان في استنارة حتى على مستوى الأطفال. يعني زمان هو ذاته ما في حاجات الناس تستوعبون، ولذلك الكورة تقوم جاري تشوفها، المارشات بتاعت الجيش، الندوات السياسية. أنا أعترف من الطفولة كنت شايف إنه قيادات الاتحادين فيهم كاريزما كده قوية جدا، في الخطابة، مخاطبة الناس، الشعارات. لكن دائما كان عندي إحساس إنه هذا الحزب كان يحتاج لمفكر. لأنه حس أنا أقوم أسألك سؤال صعب جدا. تفضل. حس كيف يا بروف تقنع بناتك وأولادك يكونوا اتحاديين؟
ما بتفتكر انه الازمه بتاعت الحزب ده وفقداننا لتكوينات الوسط دي انها كانت محتاجه لمفكرين في ذلك الوقت اكثر من سياسيين؟ ولذلك عندما انزوت او ماتوا او شاخوا قيادات الاتحادين مات الحزب. نعم، قبل ان اجاوب مباشره على هذا السؤال اريد انك لمست في سؤالك الماضي نقطه مهمه، عدم انحيازي سواء كان لليمين الفكري ولا اليسار الفكري. وقد تندهش انه اول نادي للحركه الاسلاميه في مدرمان وهو نادي مدرمان الثقافي تحت كان يعمل تحت مظلته الاخوان المسلمون. هذا النادي اول بيت اجروه افتتح في منزل مواجه لبيتنا مباشره. وكنت منذ الطفوله يعني شارع الخور تعرف مدرمان جيدا. كنت اكاد اكون كل وقتي في هذا النادي. واذكر جيدا حتى قياداته في ذلك الوقت، علي طالب الله، عثمان جاد الله، وحامد عمر الامام الله يرحمهم جميعا. واذكر انه حاولوا، مش بالنسبه لي انا، نادي مدرمان الثقافي يعني اهتم بفئات مختلفه من الاعمار. بالنسبة لي كأطفال في ذلك الوقت في مدرسة الهجرة الأولية كان في مجموعة من الأطفال التلاميذ الحقيقة، وكان المشرف علينا الأستاذ حامد عمر الإمام رحمه الله. وأذكر في يوم من الأيام في حلقة بتاع ثقافية وفي حلقات للناس الصغار للتجنيد. أنا كنت طبعا بالتأكيد منحاز للثقافية. ودي مسألة أنت لمستها. واذكر اني كنت قال طلب مني الاستاذ حامد عمر الامام في ذات مره ان نحرر جريده، نعمل جريده، فقال رشحوا لها اسم. فانا قلت له والله يا استاذ ان نسميها صوت الناشئ. فاندهش، وانا عمري في ذلك الوقت ما اكثر من 10 سنوات. فسالني عن معنى الناشئ، فببساطه الاستاذ ذلك الزمان قلت له يعني الصوت الصغير الذي سوف يكون كبيرا في المستقبل. فاعجب بها وحررنا جريده حائط في نادي مدرمان الثقافي. ومع هذا من حس لجانب التجنيد اللي هو كان عنده حلقه. عنده حلقه طبعا كان في مخطط في النادي. لانه بصراحه الجانب الديني ده كل يوم اثنين ليله الاثنين وليله الخميس في الحوش الثاني من حيشان الشيخ الجعلي عندنا الليليه. الليليه دي تبدا تبدا بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وتنتهي بالذكر. فكنت بطبيعه الحال ما اهتميت بالجانب، ووجهت نفسي للجانب الثقافي، وده اثر على مسيره حياتي حتى في المستقبل. فلما الحقيقه التفت للجانب انا عايزك، طبعا انا دائما بقول للاعلاميين انه مرات اللقاءات لا تغطي كل الذي في البال ولا في العقل، لكن هي تحريض على ان يدور حوار مع هذا الجيل، يعني جيلكم. يعني انا عايز دائما احنا في تاريخنا بنكتب تقارير بارده عن زعمائنا. حسي لو داير تقرا عن سيره الامام، حتى الامام المهدي، ما في كتب يؤبه لها. يعني سيد عبد الرحمن، اسماعيل الازهري، كل قياداتنا هم التقارير البارده دي والمذكرات غير الصادقة. نحن كمان حتى المذكرات اللي بتكتب يقوموا الورثة يقوموا يشوفوا الحاجات الساخنة يشيلوها يجدعوها يقولوا والله تعمل لنا مشاكل مع المجتمع. أنا عايزك يا بروف تقترب لنا من شخصية الأزهري كده، وصفوا لنا طريقة تعامله، الحاجات الحميمة في هذا الرجل. زعيم أزهري كما قلت لك أنا كنت غريب له جدا، وأنا عمري ما تجاوز 14 سنة. كنت يعني متعلق به جدا كزعيم. وأبلغ حاجة، أنا في تلك السنة كنت بكتب مقالات في جريدة العلم، ومعي برضو صديقي أحمد محمد الحسن لعله يسمع أو يشاهد هذه الحلقة ويتذكر تلك الأيام. رجل
من حيث الشكل الأجيال الآن حتى أبنائنا وأبنائكم ما شافوه طبعاً لم يروا. هو صحيح قصير ويميل شوية، جسمه مليان لكن مش مترهل إطلاقاً، وسريع الحركة، سريع الحركة. لكن دعني أن أقف في جانب أخضر معين آه. كما يقول السودان. نعم أركز في جانب واحد لضيق الوقت طبعا. أنا أفتكر أنه ما في يعني زعيم سياسي أنظف من حيث الأمانة من الزعيم الأسهري. ودعني أحكي لك قصة واحدة. عندما كنت مشرف على قسم درمان الشمالي، وزي الساعة 3:30 بعدها عدت إلى منزلي من الشمالي وهو مرمى حجر تقريبا، اتصل بي الشاوش ربطه قال لي الرئيس قال يجي جعلي. كان بيتعامل هو رئيس مجلس السيادة وبيتعامل معي بهذه، وأنا بدبورة واحدة بيتعامل معي بهذه اللغة. الشاوش ربطه قال لي الرئيس قال يجي جعلي، هو رئيس مجلس السيادة. فذهبت وكان حوالي الساعة 4، فناداني دخلت فقال لي بطريقة هادئة جدا في موضوع كده حصل كده يتأكد منه، حصل قبل ما أنا أجي خارج البيت يتأكد منه. طبعا ما أخفي عليك كونه يحصل حاجة في منزل الرئيس، هو زمان ذاك رئيس الجمهورية تقريبا، أنا كنت منزعج جدا لأن دي مسؤوليتي. فمشيت للعسكري الواقف لي المسؤول فسألته قلت له حصل، قال لي ما في أي حاجة حصلت، أنا مسكت من الساعة 2 الشفت ما في حاجة حصلت. في دكان مواجه كان في جامعة الضرير، في دكان في الناصية مواجه بيت الزعيم، فسألت له دكان حاجة بسيطة كان في البوابة الشمالية بيت الزعيم الأسهري مفتوحة، مش الغربية، الشمالية في شارع السيد علي مفتوحة، و جو أولاد وقعدوا في مكان بتاع الجنينة، كان الجنايني كان بيعمل في الجنينة والباب مفتوح على مصراعيه، ففي أولاد جو والمكنة مكتوب فيها بلدية، ففي أولاد جو مارين بالشارع فشافوا كلمة مكنة بتاعة التنسيق الحشيش النجيلة فيها كلمة بلدية، فقعدوا يهتفوا فساد 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 يا حسين. آي فالظاهر عندما جاء الرئيس أسرته الكريمة بلغته، فأنا عرفت الموضوع يا سلام. وتأكد لي أن الموضوع باختصار أن الزعيم عنده مكنة والمكنة تعطلت، والجنايني زميل للجنايني في مثلث بتاع حديقة تابعة للبلدية جنب الأهلية بتاع نجيلة، حديقة كده في المثلث نعم. لو تذكرتها نعم. فمشى طلب من زميله الجنايني أن يأخذ منه لوقت يكمل الحديقة بتاعت الزعيم، فشافوا كلمة بلدية فالهتافات. أنا طبعا جمعت المعلومات ودخلت للزعيم أسهري. طبعا أنا حاسة محترمة الزعيم محترمة لأولاد الهتف وديل. أوافقك الآن لا تستطيع أن تهتف، فإذا هتفت قد تعتقل يا حسين، قد تعتقل. أنا أفتكر المقام ده خل العيش حرام. فدخلت للرئيس حسين وحكيت له القصة، فببساطة جدا قلت له ده كل اللي حصل الموضوع، ودي الأولاد غير يعني غير مسؤولية سيد الرئيس، وموضوع انتهى لا علي. والله يا حسين كل اللي حصل قال لي اقعد اتغدى، اتغديت معاه في صينية متواضعة جدا 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 ودعته ورجعت. يا سلام. نسمع يا مجذوب الإشارة. حرام ما دام الموت يحيي ما بين الرماش
وقطر الكحيل. حرام ما دام الموت يحيل، ما بين الرميل وقطريف الكحيل. فدع الخصم النحيل، الرجاج يا قالع شبه البور الوحيد. النوم مني فر وقلبي ناوي الرحيل، النوم مني فر وقلبي الرحيل. من غير المنافف الخيال مستحيل. ما لان اشتياق قلبي اصبح وجيم، من غير المنام كيف الخيال مستحيل. الجمال يرفع لخديك يجري، الجمال يرفع لخديك يجري، الهلال يصاق لقدامك يجري. من ضمير لا يبل وفدل نخيل، حرام على مرة موت نخيل. يلي فيك معار تكفير شوين الخميل، علمتي الغصون مع النسيم كيف يا
حقي لو لو تظل أمين يا ليلى شكلي يا جميل.